بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما شفنا الفيديو السابق الداله ديال ايديتور فور موديل، هاد الداله اللي كاينه في اتش تي ام ال اكبر تتعاوننا اننا تعيننا لخلق استمارات او دي فورم ويب فورم دي فورميلاغ ويب اون فرونسي، استمارات دي ويب فورم فوالا، بدون الحاجه مثلا الى كتابه انبوت تكست، انبوت تشيك بوكس اكسترا. تخيل معي عندي كلاس موديل، فوالا كلاس او موديل يتوفر على الخواص التاليه، مثلا يتوفر الخاصيه نيميرو نو ايز امبلوي تشيك بوكس. اذا لخلق استماره الكترونيه كلاسيكيه ب اتش تي ام ال نستعمل انبوت تيب تكست، انبوت سيت تكست، انبوت تشيك بوكس، فوالا. اذا ولكن هناك داله جميله جدا مقدمه من طرف اتش تي ام ال هيربر اكسبريسيون ريزور اللي فيها ايديتور فور موديل، يعني يقوم بجلب مختلف الخواص الموجوده في الموديل، مختلف بروبريتي الموجوده في الموديل ونشرها في استماره الكترونيه. اذا الى مشينا للايديتور وهنا ونمشيو ان شاء الله باذن الله اننا نشوفوها، غنشوف بانه خلقنا واجهه بسيطه جدا فيها نيميرو نو از امبلوي تشيك بوكس بدون المرور بالطرق الكلاسيكيه لخلق الاستمارات الالكترونيه عن طريق انبوت، عن طريق الويب فورم. اذا ان شاء الله باذن الله سنقوم بتذكير بواحد الخاصيه ديال الانوتاسيون لاعطاء دلاله للبروبريتي او الاشياء الموجوده في الموديل. مثلا نيم او، ما هي نيم او؟ هي نيميرو دومبلوي، نو او هي نيم اوف امبلوي، از امبلوي واش امبلوي ولا لا اكسترا. نا تشيك بوكس واش نقدروا نديروا الخاصيه ديال از باشوري، هل عنده شهاده البكالوريا ولا لا، غتكون هي تشيك بوكس. وسنضيف ان شاء الله هذا المفهوم، واننا سنصيبوا ديزانوتاسيون، يعني اعطاء دلاله لمختلف الخواص لبروبريتي الموجوده في الكلاس. اذا تخيل معي جدا، وسنتعلم داتا تيب جميله جدا انها تعطي حيز ادخال التواريخ او حيز ادخال الوقت مثلا. اذا تخيل عندي خاصيه اخرى بيبليك فوالا دات تايم، مثلا دات دو نيسونس، مثلا دات نيسونس ولا بيرد ديت، فوالا نيسونس. ان شاء الله تكون اكولات مفتوحه، اكولات مسدوده، و غنصيبو ان شاء الله لي جيت اي دي سيت. فوالا نفس الشيء اوغ، نديرو ان شاء الله وقت الولاده، اذا ماشي تاريخ، اذا ضغط هنا ندير اور مثلا تايم الوقت، فوالا نيسونس اكسترا. اذا اول حاجه سنتعامل مع انوتيشن، هو مفهوم تطرقنا اليه في الفيديوهات السابقه، ولكن لا باس اننا نعيده ان شاء الله. اذا يوزين فوالا سيستم، دائما سيستم بوان موديل، اشياء في سيستم بوان، تسمح سيستم بوان. اذا كومبوننت موديل دائما باش تفكر داتا انوتيشن ولا بوان فاليول. وهنا ان شاء الله ساعطي لكل حيز، لكل بروبريتي عباره عن ان شاء الله. اذا سنستعمل خاصيه ان شاء الله ديسبلاي هاي ان شاء الله، هي عباره عن النيم ديال شنت كاركتر ان شاء الله يساوي دو كوت بار اكزومبل. شو ان شاء الله اونتري لو نيميرو، يعني انتروديوس يور اي دي ولا يور نمبر، يعني اونتري لو نيميرو. فوالا اذا يعني العوض، يعني عوض استعمال نيميرو التي لا 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 تفسير لها، في الواجهه او في الاستمارة الالكترونيه ستنشر اونتري لو نيميرو. اذا نرجع للايديتور اكزيكوتي، كان هناك بعض الاخطاء.
الاستسماح امبلويي employé إذن كما قلنا هنا employé voilà و editor في شاء الله نحاول أنني نستعمل employé editor voilà. إذا كما قلنا هنا هناك خطأ استسمح حيث هي هنا فوالا إذا أرجع الإيديت استسمح لها التأخير فوالا ولكن هذا ما أخطاء عادية فوالا إذا لأنني أزلت واحد الخاصية اسمها إز أمبلوي ماشي هنا هاي اونتري لو نيميرو اذا ولات عندنا دلاله بالنسبه لهذا البروبريتي فوالا الحمد لله اذا ساكمل هذه الخواص فوالا ساتمرن عليها جدا في هذا الفيديو فوالا اذا امبلوي فوالا اذا ساقوم بنسخ هذه مختلف كونترول سي جي كونترول في جي كونترول في جي كونترول في هنا تاني كونترول في اذا بالنسبه للنو نيم هنا غنقولوا لها ان شاء الله يور نيم او اونتري اونتري لو نو فوالا هنا باشولي او نو فوالا هنا غنقولوا باشولي هنا ان شاء الله نستعمل اونتري لا دات دو ناسونس هنا ان شاء الله اونتري لور دو ناسونس فوالا إذا سنستعمل خاصية جميلة جدا ستعطي حيز إدخال تاريخ الزيادة عبارة عن كولوندر وحيز إدخال الوقت عبارة عن تكس بوكس تحتوي على الساعة والدقيقة والثانية. إذا ما علينا إلا استعمال خاصية أخرى أنوتاسيون أخرى إن شاء الله اللي هي داتا تيب إن شاء الله بسم الله ناخذ هذه هنا وناخذ الخاصية سميتها داتا تيب فوالا داتا تيب وغنديرو إن شاء الله بوان داتا تيب بوان خاصية إذا خاصية داتا تيب وبين قوسين أعتقد فوالا غندير هنا داتا تيب فوالا تيب ديالها داتا تيب بوان يا إما دات تايم فوالا أو هنا إن شاء الله هنا دات تايم كونترول سي نجيب آخر وحدة إن شاء الله اللي هي أور كونترول في وهنا ندير بوان تايم ان شاء الله غتكون هنا التاريخ بوان فاين فوالا اذا هنا ان شاء الله عندما سنقوم ب شو الخاصية عظيمة جدا ديال ايديتور فور موديل تجلب لنا مختلف البروبريتي الموجودة في الكلاس موديل وتقوم بنشرها على شكل استمارة الكترونية بدون كتابة انبوت اذا سنقوم بالاكزيكيسيون ان شاء الله اذا هنا تكون عندنا دلاله بالنسبه للاسماء وكذلك الحمد لله اونتري لو نيميرو اذا الارقام فقط لانه نيميريك اذا ادخلنا شان دو كاركتير او حروف لن يقبلها اذا 14 اونتري لو نو هنا نعم نو باغ اكزومبل هنا ندخل لي نو باشولي باغ اكزومبل ولا اونتري لا دات دو نيسونس اذا 26 سوسفين اما التاريخ مثلا الوقت مثلا الساعة 14 باغ اكزومبل فوالا اذا شكرا على الانتباه ديالكم او سنضيف اوبجي كالوندر سنقوم ان شاء الله باوبجي كالوندر الجميل جدا ان هناك بعض الخواص مثلا
داتا تيب مثلا امبلويي استثمار منصب voilà هناك مثلا كلاس اون كلاس امبلويي voilà هناك داتا تيب عندنا اصناف كثيره داتا تيب اذا بوان تكون عندنا باسورد تكون عندنا كود بوستال نمبر فون يعني بحال يشابه اتش ام ال 5 يعني فاش نقولوا انبوت تيب باسورد انبوت تيب يو ار ال انبوت تيب تاكس انبوت تيب ابلود اكسترا فوالا اذا هنا تقدر دير مثلا تخيل معي مثلا انا ساعيد الاشياء الى شاكلتها فوالا تايم فوالا تخيل مثلا باسورد غتكون عندنا هنا باسورد اذا خواص الباسورد اذا غناخذ مثلا هنا ولا باسورد غتكون عباره عن شان دو كاركتير وبالتالي كونترول سي نجي هنا ان شاء الله كونترول في سنستعمل هنا مود باس ولا باسورد باسورد فوالا وهنا ان شاء الله هنا نستعمل واحد الخاصيه ديال داتا تيب كونترول سي ونجي هنا ان شاء الله نحاول انني entrer le nom, entrer le mot de passe. Entrer le nom de passe. Voilà. On va qu'on a dit, Inch'Allah, un data type. Then, CTRL C, JFOC, mot de passe. Voilà. CTRL V. On a, Inch'Allah, un point password. Point password. إذن سيضاف إلي فوالا نو 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 لا استسمح لا 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 استسمح هنا نمشي عند إيديتور فوالا نمشي إن شاء الله نحاول إكزيكيوتيها طلع عندي إن شاء الله تاكس بوكس على شاكلة باسورد وكي نقدر ندير ثاني داتا تيب بوان إيميل إكسترا أونتخي لو مود باس أنا غيعطيني الأسماء مود باس إذا شكرا على الإنتباه ديالكم وإلى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله اعيد واكرر ان خاصيه جميله جدا هي ايديتور فور موديل تجلب لك مختلف البروبريتي الموجوده في الكلاس موديل على شكل فورمولير على شكل ويب فورم على شكل استماره الكترونيه بدون اللجوء الى كتابه الكود اتش ام ال الكلاسيكي انبوت تيب انبوت تيب ولدينا خاصيه جميله جدا كما قلنا هي خاصيه داتا تيب اللي فيها داتا تيب بوان يعني شاكل يعني نوعية المعطيات المدخلة التي نريد إدخالها لربطها ببروبريتي موجودة في كلاس إذا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.